بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع الريندر في ريفيت. ممكن واحد يكون شاف الصورة هنا مش جميلة، فبلاقي هنا عنده قائمة اسمها ريندر، بلاقي ري تراك، ببدأ أبص بيقول لي مثلا أنت عايز لو كواليتي ولا ميديم ولا هاي. لو اخترت لو بيديلي الدقة قليلة جدا بس بتبقى سريعة في عمل الريندر. لما بقول له هاي بياخد وقت في ان هو يعمل الريندر بس بيديني صورة كويسة. طيب انا بلاقي حاجة عندي حاجة اسمها اوتو ديسك ريندرينج، ببدأ من هنا ممكن اختار الماتيريال لأي عنصر، يعني ممكن مثلا ايه السقف مثلا اختاره اوتو ديسك ريندرينج، ابدأ اقول له مثلا ده انا عايزه ياخد ماتيريال معينة، ببدأ اشوف الماتيريال اللي انا عايزها، بدوس عليها مرتين بيبدأ يطلع لي الخصائص بتاعة الماتيريال ديت. نفس القائمة دي هتلاقيها موجودة في الريفيت وقريبة من الشاشة اللي هي موجودة في 3 دي ماكس. تمام، تبدأ تختار بقى انت اذا كنت انت عايز مثلا تغير اللون، يعني نفس الخصائص بس عايز تغير اللون، عايز تخلي فيه فينش بامبس، عايز تغير الالوان، تبدأ تشوف ايه الخواص اللي انت عايز تغيرها بحيث ان هي تديك الخامة اللي انت عايزها. ماتيريال مابينج، اللايتنج لو عايز تتحكم في اللايتنج، ممكن تكون انت حاطط لايتنج وانت شغال في الريفيت فهو بيلقطها هنا ويبدأ ايه يشوفها. طيب لو انا ما كانش موجود اصلا وانا بعمل ريفيت، بلاقي هنا لايتنج، بلاقي عندي بوينت لو انت عايز تحط نقطة وبتشاف كذا ناحية، سبوت عاملة زي الكشاف، يعني ممكن بوينت واروح حاططها هنا. تمام، لما هعمل رندر هيبدأ ياخد الإضاءة من هنا. تمام زي ما انت شايف. وممكن اقول له انا عايز شمس، فلما اقول له عايز شمس تبدأ الشمس تظهر في قلب موضوع الريندرينج فيبدأ في نور موجود ضوء الشمس. ماشي، او بس احنا عملنا زوم فخرجنا خالص. ممكن من المكعب دوت اقول له اظهر لي حاجة فتلاقي شمس طالعة على المبنى. تمام، ادخل دلوقتي ممكن تعمل كذا اضاءة، ديستانس، ويب، سبوت. تمام، تبدأ بالحاجات البسيطة ديت، ممكن تبدأ تظبط الاضاءة للمبنى كله. ممكن اقول له كرييت لايتنج واقول له مثلا بوينت تانية مثلا حطها هنا فوق. تمام، تبدأ تظبط الإضاءة بتاعتك. طبعا انت المفروض مش بتحط كده عشوائي، انت المفروض بتظبط أماكن الكشافات بتاعتك اللي هو هياخدها من الريفت على طول، بس لأن أنا حاطط واحد استراكشر واحد ارتكشر ما استدعيش الـ MEB فعشان كده الإضاءة مش ظاهرة معايا. تمام، فاحنا عرفنا ازاي نعمل كرييت لايتنج، ازاي نعمل الشمس. ده مجرد بس تعريف بموضوع الريندرينج، ان شاء الله في فيديو هيبقى اطول من كده بكتير يشرح الريندر زي ما احنا عايزين بكل التفاصيل بتاعته. تمام، انفايرومنت ببدأ بقى اظبط الخصائص بتاعتي. لو انت عايز تشغل الشمس علم على اللمبه ديت ونبدأ بقى نظبط الخصائص. السون ديسك ابيرنس دي لو الشمس موجودة، السكاي لو انت عايز تظبط خصائص السكاي، تمام. ان شاء الله باذن الله هنشرح القائمه دي بالتفصيل زي ما احنا عايزين. ممكن تدوس على العلامه ديت اوتو هايد، تمام، بحيث لو انت مش عايزها تختفي اول ما تدوس في مكان بره. لو انت عايزها تبقى اوتو هايد بدوس على البنه ديت خلاص بتبقى هي تحت كده. اول ما اقف عليها بتبدا يديني الخصائص بتاعتها، اول ما اقف على التايم لاين هنا برضو يديني الخصائص بتاعتها، ودي طبعا المفضله بالذات لما يكون الشاشه عندك صغيره فعايز قدر الامكان تستغل اقصى مساحة موجودة عندي. تمام، طيب
هاي لايتنج ده انا جيت هنا. ممكن بعد كده تبدأ تزود ماتيريال لو انت عايز، تقول مثلا انا عايز حاجة كونكريت مثلا، لو انت عندك حاجة كونكريت ممكن تبدأ تنظمهم او تعمل نيو لايبراري سماي اسم، تبدأ تحط العناصر فيها. تمام، المكتبة دي بتاعت اوتوديسك، لو قلت له اوبن تقدر تفتح مكتبة من مكتبة اوتوديسك. ماشي، طيب لو انا قلت له ميديوم ممكن نجرب موضوع الويب دوت، بحدد نقطة وبعد كده بحدد النقطة اللي هيتجه ليها دي، ممكن نحطها مثلا في كشاف معين مثلا، ده مصدر الضوء وبيدي ضوء هنا. ان شاء الله في الدروس اللي بعد كده هناخد كل حاجه بالتفصيل، احنا بس ايه يعني بنستعرض القوائم سريعا زي ما كل الدروس التعليميه العالميه بتعمل كده، بتشرح حاجه بسيطه وبعد كده واحده واحده بيبدا يفصص كل حاجه بالتفصيل، فمحدش يستعجل ومحدش يعني يزهق مننا ان شاء الله.